مشاهدينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم، نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بالملاحة والصيد البحري اليوم الاثنين 26 تيس. نستهلها بآلة بريح قوية متوقعة لمدة 12 ساعة ابتداء من يوم 27 تيس على الساعة 10 بالتوقيت المحلي، ويهم شرق تونس وخليج قابس، حيث تهب الريح من القطاع الجنوبي تتجه إلى القطاع الشمالي قوت 7 من سولم بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة، وذلك نتيجة لمنخفض الضغط الجوي 1002 إكتو باسكال متوقع على خليج قابس يتجه نحو الشمال الشرقي ويسير ريح قوية على شرق تونس وخليج قابس. التوقعات الجوية الصالحة لما بعد ظهر هذا اليوم طقس أحيانا كثيفة السحب بكافة المناطق مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بشمال تونس ومحليا شرق تونس. بشمال تونس وشرق تونس غربية شمالية غربية سرعتها بين 15-25 بشمال تونس وبين 20-25 بشرق تونس، كما تتجاوز 35 عقدة مع السحب الرعدية البحر متموج. بخليج قابس من القطاع الغربي تتجه إلى القطاع الجنوبي 15-25 عقدة البحر مضطرب، تكون الرؤية متوسطة بكافة المناطق. هذه الليلة يتواصل طقس أحيانا كثيف السحب بكافة المناطق مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية آخر الليل بخليج قابس. بشمال تونس غربية شمالية غربية 10-15 عقدة البحر متموج. بشرق تونس من القطاع الغربي تتجه إلى القطاع الجنوبي 10-20 عقدة البحر كذلك متموج. بخليج قابس من القطاع الجنوبي 15-25 تتجه 35 عقدة مع السحب الرعدية البحر مضطرب، تكون الرؤية متوسطة بكافة المناطق. يوم الغد إن شاء الله طقس أحيانا كثيف السحب بكافة المناطق مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بخليج قابس. بشمال تونس من القطاع الغربي تتجه إلى القطاع الشرقي 15-20 عقدة تتقوى آخر الليل لتصل 20-25 البحر مضطرب. بخليج الحمامات من القطاع الجنوبي تتجه إلى القطاع الشمالي 10-15 تتقوى في الصباح لتصل 20-30 عقدة البحر متموج وشديد الاضطراب، تكون الرؤية متوسطة إلى منخفضة بخليج الحمامات. بمنطقتي الشابة وجرباريح من القطاع الجنوبي تتجه إلى القطاع الشمالي 15-25 تتقوى في الصباح لتصل 25-30 عقدة، كما تتجاوز 40 مع السحب الرعدية البحر مضطرب شديد الاضطراب، أما الرؤية فتكون متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة لحركتي المد والجزر بميناء إصفاق 56 سنتيمتر على الساعة 8 مساء من 5 دقائق، متر 42 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل 7 دقائق. بميناء قابس 81 سنتيمتر على الساعة 8 مساء 14 دقيقة، متر 85 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل 21 دقيقة. بميناء الجرجي 36 سنتيمتر على الساعة 8 مساء 3 دقائق، 83 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل 10 دقائق. في الختام ولمزيد المعلومات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي للمعهد الوطني للرصد الجوي أو زيارة موقع الباب. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.